السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشرح الجديد على قناة كانير انفورماتيك للمعلوميات، في هذا الدرس إن شاء الله سوف أتحدث عن موقع لحل المعادلة الريادية بجميع أنواعها. هذا الموقع هو وولفرام ألفا، كما ترون هذا هو الموقع وولفرام ألفا. سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. مثلا سوف أذهب لجوجل وأكتب مثلا معادلة ريادية، مثلا سوف أدخل إلى هذا الموقع مع ترايدنت. يمكنك إضافة كل ما أردت من المعادلات، مثلا سوف أختار هذه المعادلة كما ترون وسوف أضعها هنا كما ترون في هذا المكان. نضغط على كولي، والجميل في هذا الموقع أنه يعطيك أيضا هنا كيبورد لبعض الأعداد والأشياء التي تحتاجها ولا تجدها في الكيبورد الخاص بك، كما ترون هنا جميعها هنا. ويمكنك أيضا حل المعادلات عبر الصور، تحميل صورة عفوا ونضغط هنا. والجميل فيه أيضا أنه يعطيك المعادلة مع الحل الخاص بها وكيف قام بحلها كما ترون هنا. هذا هو الخارج، نضغط هنا على Start by Setup Solution وسوف ترى هنا إذا أردت التسجيل فسوف يعطيك أيضا بعض المعلومات الأخرى، وإذا لم تسجل فقط سوف تكتفي بهذا القدر كما ترون هنا. هذا هو الخارج، مثلا سوف أجرب معادلة أخرى. وفقط لكي لا أطيل عليكم سوف أكتفي بهذه المعادلة، ولا تنسونا بتعليقاتكم. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا سبسكرايب على قناتي كانير انفورماتيك، ولا تنسوا زيارتكم لصفحتي على فيسبوك، فهي صفحة جديدة وأتمنى أن تزوروها كي نحصل على بعض المعجبين ولكي تتوصلوا بآخر المعلومات وآخر الدروس. وإلى هنا قد انتهى درسنا في هذا اليوم، وإلى اللقاء.